أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الدرجات ذو العرش يلقي الروح
يوم هم بارزون لا
إِلَى إلا ما أرى
المسرفين
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن قالوا
يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. وَلَقَدْ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ثم لتكونوا شيوخا
الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ again.
ولقد وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة
الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العلي.